مساء الليل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هبدأ معاكم او هتكلم معاكم عن قراءة في كتاب الموتى او كتاب إنوخ او كتاب العزيف او كتاب إنوخ والعشرين شيطان او كتاب النايكرو مانيكان، كتاب الموتى. الكتاب دوت انا اتكلمت عنه قبل كده، هديك شوية تفاصيل فيه المرة دي، شوية زيادة، وهديك شوية حاجات ذكرت وحاجات جبتها من مصادر عندي انا. إنوخ ده كتاب سحر، ترجمه سحر بريطاني اسمه دانييل داي. من المفاهيم الاساسية في كتاب إنوخ دوت بتقول ايه؟ ان في 20 شيطان نزلوا الارض، وده بيتبع نظرية الفولن انجل اللي انا اتكلمت عنها قبل كده، وان هم جم الارض وتجوزوا من بنات البشر وانجبوا ذرية مخيفة كما قال الكتاب. انا بنقل لكم الترجمة بتاعت الكتاب. وان افراد الذرية دي كانوا متقدمين علميا جامد، وصنعوا اسلحة متقدمة متقنة، مجوهرات غريبة، وكانوا بيشربوا الدم كعادة محببة. القصة دي على فكرة موجودة في التلمود، نفس المفاهيم الموجودة بالظبط موجودة، وفي نفس الكلام ده عن الكائنات القديمة، وبيقول انها كائنات اكبر من البشر. هنا بيقول الحزرد ان في اجناس تانية غير الانسان ورثت الارض دي معاه، وان الانسان من اللي عرف شوية من الكائنات دي، وفي كائنات تانية كتيرة موجودة الانسان معرفهاش لحد دلوقتي. نكمل ان كاتب الرعب لافي كرافت اتكلم عن الكتاب دوت، ولدرجة ان بقى لقراءه حقيقة واقعة، محدش عارف بيبدأ منين والخيال بينتهي فين. وبيقول لافي كرافت ان الكاتب اللي كتبه شاعر اسمه عبدالله الحضرت، زي ما انا قلتلكم عنه قبل كده، وانه بيطلق على الكتاب ده العزيف، ومعنى العزيف باللغة العربية هو صوت الحشرات الليلية، وزمان كان العرب يعتقدون ان ده صوت الجن اللي هو العزيف. قبل ما نتكلم لازم اقول ان اسم عبد الله الحضرت مش موجود كتير في اللغه العربيه، كلمه حضرت نفسها مش موجوده يعني، فهل ده يرجع لخطا في الترجمه ولا لا؟ زي ما ترجمه ابو القاسم الى ابو كسيس، يعني اخطاء ممكن تكون في الترجمه او حاجات زي كده. وبرضه ترجمه ابن رشد الى افيروس، ولا في حد كان مصمم ان هو يلفق الاسم دوت. هنا بيقول الكتباء ان احتمال كبير ان الاسم الاصلي عبد الله ظهر الدين او عبد العزة الراهب بن عاد، واسم مقبول في الجاهلية، لكن في الاسلام مستحيل يكون الاسم ده موجود. ده من رأيي الشخصي انا، ان ده مستحيل. في تاريخ اتحكى وفي تاريخ حكاه المهتمون بالامور ده، التاريخين دول اختلفوا عن طريق الكاتب وعن طريق واحد تاني، لكن الكل اجمع ان عبد الله الحضرت هو ده الصح الاسم، ان هو فعلا اللي الف الكتاب، وان الحضرت ده شخصية غير عادية بالفعل. هو شاعر عربي نصف مجنون، اتولد في صنعاء عصر خلفاء بني امية حوالي سنة 700 ميلاديا، وبيقال انه جاب الارض كلها، يعني لف من خرائط بابل لكل حتة، وقعد فترات طويلة في الربع الخالي، واجاد عدة لغات، وكان بيقول انه يعرف موضع مدينة إرم ذات العماد المذكورة في القرآن، كلمتكم أنا عنها قبل كده وديتكم قصتها، وإن عرف معارفه إن من هؤلاء القوم، عرف معارف مع هؤلاء القوم من أسرار الكون. بالمناسبة سنة 1984 في مكوك اسمه تشانجر قدر يلتقط صورة لمدينة مدفونة على الخليج العربي، واعتقد العلماء وقتها إن إرم ذاتها. المهم الحضرت كان متأثر بالفيلسوف اليوناني بروفيكلوس كتير جدا، وقضى حياته في دراسات غامضة، واستقر في دمشق بعد كده، وكتب كتابه العزيف. كتاب دوت نموذج لفكر العراف الشهير نوستراداموس بالظبط. بالعكس، نوستراداموس استعمل اساليب سحرية عشان يتنبأ بالمستقبل، لكن الكتاب ده استعمل اساليب سحرية عشان يكلمك عن الماضي الغامض. بعد كده قيل ان الكاتب الحضرت ده راح الربع الخالي في الجزيرة العربية وعاش منعزل، وسنة 738 ميلادية 120 هجرية مات هناك، وان التحم مع كائن اسطوري مخيف حسب الشهود،
اللي قالوا ان كانوا حاضرين التحامه مع كائن اسطوري مخيف. لاف كرافت بقى اللي هو اللي بيتابع الكتاب ده قال ايه؟ قال ان حضرت كان مشرك وكان بيعبد اله الهه وثنيه اسمها كوتولو، دي اسم اله وثنيه. بالنسبه ليا بقول ان الاسماء دي ملهاش مذاق عربي، وهي اسماء اتكررت كتير عند لاف كرافت في كتاباته، فما بؤمنش بيها. الواقع ان لاف كرافت كان مهووس اصلا بفكره الكائنات القديمه، لو تقرا كتبه اللي هي ذا اولد وان، عشان كده اعتقد انه لا اضاف حاجات كتيره غريبه المذاق بالنسبه للثقافه العربيه، فما باخدش حته الاسماء دي او بعول عليها تعويل كامل. طب ده خلصنا بقى عن مؤلف الكتاب. ايه بقى الكتاب فيه؟ ايه بقى الكتاب بنا نفسه؟ لازم اقول لكم حاجه، ان محدش لحد دلوقتي عثر على نص عربي للكتاب دوت. ادريس شاه بحث عنه في كل المكتبات العربيه والهنديه وما لقوهوش، لكن تيودور فيلتاس ترجمه لليونانيه قبل ما يختفي، وهو اللي اداله اسم نايكرو نوميكون ومعناه كتاب اسماء الموت، لكن نسخه بالعربيه مفيش. الكتاب ده يقال ان هو من 7 اجزاء، بس هو فعلا 7 اجزاء وعدد صفحاته 900 صفحه. ليه؟ مصادري اكدت الموضوع ده. في سنة 1232 أصدر البابا جريجوري التاسع أمر بمنع الكتاب وإحراق النسخ بتاعته، بس طبعا ده ما حصلش، مش كل نسخة اتحرقت. سنة 1457 صدرت ترجمة لاتينية للكتاب بواسطة راهب من الدومينيك اسمه أولاس فيرمياس. باين إن خبر الكتاب وصله لما كان شغال في محاكم التفتيش اللي كانت بتعذب سكان أسبانيا اللي عندهم الأصل العربي وراح تتسلى عليهم من غير رحمة، وان دول ارغموا على التعذيب لاعتناق الكاثوليكية. وبالطبع كانت ترجمة الكتاب ده عمل عبيط جدا، لان الراجل بعدها اتهم بالهرطقة واحرق مع كل نسخ الترجمة، رغم ان كتير جدا بيقولوا ان في نسخة على الاقل فضلت سليمة، كتير بيقول كده، وان النسخة دي موجودة في مكتبة الفاتيكان. بس بعد 100 سنة ظهرت نسخة في براغ مع حخام بيسمي نفسه الحخام الاسود، وهو خبير بالنيكرومانسي على فكره، واسمه يعقوب التزار، ده خبير السحر، كان خبير السحر اسمه بطريقه مش طبيعيه، وانه ترجم بعض الاجزاء للعبريه مسماها سيفر هشاري حداس، يعني كتاب بوابات المعرفه. ودي نقطه مهمه، داث ليها اكتر من معنى في العبريه، بس عشان ما عارفين. ومن هنا هتاخد القصة او الموضوع ده طابع عبري قوي جدا زي ما تعرفوا دلوقتي. بيظهر برضو على خشبة المسرح الكتاب ده واحد اسمه ناتان غزة، وهو يهودي اتولد في القدس سنة 1643، متجوز ابن التاجر ثري جدا من غزة، ودرس التوراة والتلمود والكبالة او معنى صح القبالة اللي هو سحر الارقام. هنا بدأ يعمل ايه؟ بدأ يبشر ان في من احد معارفه هو المسيح العائد اللي هيخلص اليهود، ده حسب معتقد اليهود عندهم برضو العودة. من المفاهيم الاساسية في القبالة ايه عشان نفهم؟ ان الله خلق عدة عوالم قبل الارض دي، لكن تحللت بسبب سيطرة الشر عليها، وده طبعا مفهوم موقح جدا، بيفترض ان الله سبحانه وتعالى خلق عوالم غير كاملة، الكلام ده طبعا يعني غير صحيح في المرة. في العربية بقى كلمة دن ومعناها الحكم على الأشياء، لقد كان خلق الكون أساسا هو أعظم نموذج للدن. وبعد كده يجي مفهوم الكليبوث، الكليبوث هو قشرة الشر الموجودة في العالم، أنا بوصل لكم الفكرة بطريقة سهلة، إنها قشرة مش أكتر ولا أقل، لكن خطايا البشر تقدر تملاها، واللي بيمارس الدن ليه تأثير سلبي لأنه بيفرق البشر وبعضهم. الكليبوث ليه 7 ملوك، واخدين بالكم انتم من ملوك الارض 7 اللي بيحكمها ملوك الجن 7؟ 7 ملوك دول بيمثلون العوالم 7 المدمره. طيب ده خلصنا منه. وقع الكتاب ده في ايد ناتان غزه دوت، فلقاني بيقول اشياء قريبه جدا من اللي درسه، منها ان الحضره بيقول ان في اجناس اخرى غير الانسان ورثت الارض دي معاه، وان الكائنات اللي بنشوفها دلوقتي في حاجات اكتر منها كتير جدا، وفي نجوم وشموس وكواكب تانية كتير، وزعم ان اتصل بالكائنات القديمة The Old Ones عن طريق السحر، وكان بيقول انه بيشوف ان دول هيسيطروا على الكرة الارضية في نهاية الامر، محولين العالم الى خراب، وان الكائنات القديمة كائنات فوق البشر وخارج البشر تعيش خارج حدود عالمنا، وانها اتجوزت من نساء البشر فانجبت مسوخ. التوراة بتلمح للشيء من دوت،
التوراة بتلمح لشيء من ده بس مش بالطريقة دي طبعا المحرفة. وفي كتاب يهودي اسمه إينخ بيتكلم عن 20 شيطان جاءوا من الأرض وتزوجوا من بنات البشر فأنجبوا ذرية مخيفة. أفراد الذرية دي زي ما قلت لكم تعلموا يصنعوا الأسلحة الغريبة والمجوهرات والكلام ده كله، ان هم يشربوا الدم والكلام ده كله. والتلمود حكى قصتهم، قلت لكم على الموضوع ده قبل كده. طيب النيكرومانكي دوت كتاب بيحكي تاريخ الكائنات القديمة اكتر منه دليل للسحرة المبتدئين، عشان بس محدش يقول ان هو كتاب سحر خالص. وده اللي بيخلي على فكرة الكتاب مخيف. ليه بقى؟ لانه بيقول ان احنا مش ملوك الكون او ان الكون في خدمتنا، لا، هو بيتكلم عن كون معاد في قوة عاتية، وان احنا مجرد غبار معدوم الحيلة، وان احنا عايشين بس دلوقتي لسبب معين. ولاحظ الناس اللي حللت الكتاب ده او اللي ما تبقى من الكتاب ده انه ليه ارتباط مريب باساطير شعوب الشمال. بالعكس عمالقة النار عند شعوب الشمال تشبه الجن عند العرب، فجات العلاقة دي ازاي؟ وبيقولوا في التفسير ان مدينة هارنيان الشمالية اللي ظن اهلها لحد دلوقتي على وثنيتهم ومدخلوش الاسلام، وبعد كده عاش منهم عدد كبير منهم في بغداد، ان في ترابط بينهم وهناك وسط، وهناك وسط المحيط المسلم ده كان عليهم ان يكونوا مجتمعا منغلقا مطويا وتسموا باسم الصابئة. من الواضح ان الحضرة اختلط بالصابئة وسمع حكاياتهم، وده اللي خلاه يفكر بعمق، يفكر اكتر من اللازم، تفكير احيانا بيدمر. ظهر بعد كده الساحر اسمه دي، الساحر ده اتصل بالكائنات ديت عن طريق كتاب إينخ زي ما ذكر في المصادر، وهو بيسمي الكائنات دي بيسميها ملائكة إينخ، وبيقول ان الكائنات دي بتستخدم معاه لغة غريبة وشرحها بالتفصيل عن طريق الطريقة اللغوية، والطريقة اللغوية بتاعته عجبت ناس كتير. طيب دلوقتي نطلع للقرن العشرين عشان نقابل شخصية فريدة من نوع اتكلمت انا عنها، كراولي، اشهر ساحر في العصر الحديث اللي عمل كتاب القانون، ويقول النقاد انه اقتبس اكثره من كتاب العزيف دوت. الواقع ان احنا ما نقدرش نتكلم عن كراولي الا في كتاب كامل، ما ينفعش حلقة 10 دقائق ولا ربع ساعة. البعض بيعتبره عبقريا والبعض بيعتبره نصاب، انا بقول ان هو نصاب وساحر. وبيقول ايه بقى؟ انه لما قرى كتاب دي اصيب بحالة من التقمص الشديد، وتصور انه سافر لشمال افريقيا لوحده عشان يعيش اللي عاشه الحضرة، وان كانت حياته تجربة واقعية طويلة لكتاب النيكرومانيكون دوت. ده اللي بيقوله كراولي. وكان الساحر دوت بحب الستات قوي. سنة 1912 قابل واحدة اسمها سونيا واعجب بيها، وصفها في كتاباته كمان بانها يهودية حسناء ممتلئة بالحيوية والعاطفة في الثلاثين من عمرها، وكانت مصممة أزياء وقبعات مطلقة وليها بنت مراهقة وكده. سنة 1921 سونيا دي قابلت لافي كرافت، في نفس السنة نشر قصته المدينة التي لا اسم لها، وهنا جاء ذكر أول مرة لعبد الله الحضرت. بعد ده بسنة ذكر اسم نايكرو مينيكون، وبعد سنة تانية اتجوز سونيا، بعد هذا بعام اخر تزوج من سونيا. طيب العلاقه ديت هي اللي وصلت عالم الحضره الى كتابات لافي كرافت ولا ايه بالظبط؟ تسلسل غريب صح؟ اتمنى انك ما تكونش تهت مني. الحضره فيلتياس فيرمياس اللي هو ناتان غزه دي كراولي سونيا لافي كرافت، تسلسل غريب. ما انتهتش القصه عند الحد ده بالظبط. كان كراولي على علاقة بعضو من جمعية ماسونية ألمانية، وعن طريق الرجل ده تم رجال هتلر بالكتاب دوت. في نفس الوقت ده تعرض المتحف البريطاني للسرقة، وان اختفى من المتحف بس ترجمة الكتاب دوت بس، واختفت كمان من كتالوج المتحف مش بس. وفي اسطورة ما تحققش حد منها، بس انا بقولك انها موجودة، ان في مكتبة بتضم كل الكتب الرهيبة الممنوعة ديت موجودة في سالزبورغ في منطقة أوشار هورن إذا أنا نطقتها صح. وطبعا لابد من إضفاء طابع يهودي على الموضوع دوت، فبيقول إن في نسخة من الكتاب دوت النيمكرون دوت مجلدة بجلد بشري، وإن مصدرها جلود الأسرى في معتقلات النازيين، ده كما ذكر عنه بالضبط. يعني أنا بنقل لكم. وبكده بنشوف ان الحقائق ده دخلت مع الاساطير، وان القصة ديت في بعض اجزاء ممكن تكون سلسلة من افلام انديانا جونز مثلا،
ويفضل الكتاب ده لغز حقيقي. لكن لازم نعرف ان هو موجود وممكن يظهر في يوم من الايام في مكان من الاماكن. ممكن يظهر في مصر، ممكن يظهر في بغداد، ممكن يظهر في الهند، هيظهر او على الاقل هتسرب فقرات منه. على فكرة وفي تسريب الفقرات كتير فيه، او يسرب فقرات منه. اتمنى ان الحلقة دي تكون عجبتكم، وانا اسف اذا كانت مليئة بشوية معلومات او تقيلة. اللي محتاج اي توضيح يبعت لي على البرايفت، واذا عجبتكم اعملوا لي لايك وشير. شكرا لكم، مع السلامة.